بحضور رئيس الجمعية النهضة لدعم ومساعدة المزارعين شونا إدريس دبيتنو، شهدت قرية لينيا مناسبة تقديم مساعدات زراعية للمزارعين في تلك القرية، كان ذلك بحضور رئيس المركز الإداري للينيا. تقرير محمد عثمان بشير. في أول نشاط لها بعد أيام من الانطلاقة الرسمية لأنشطتها تحت شعار فلنرجع إلى الزراعة من أجل تشاد أفضل ومتطور، جمعية النهضة لمساعدة وتوعية المزارعين قامت بتقديم هذه المساعدات للمزارعين بمركز إداري لينا، حيث تتمثل هذه المساعدات في آلات للزراعة من جرارات يدوية وأخرى من جوالات الأرز والغلال وغيرها عدة. أولاً أنتنا بومبي أنتنا كتان وكل شيء عندنا زراعة عندنا جروبما إن شاء الله شكرا ما هذا عندنا جاردية هسا كلنا نمشي نرش عندنا درابة عندنا بطيخ عندنا قلة ناس النهضة لأن قدموا لنا هدية من شيء هذه الزراعة ونحن مزارعين فقط ونطلب منهم المزيد. رئيسة الجمعية شونا إدريس دبي إتنو أكدت بأن هذه المساعدات قليلة لكنها لن تكون الأخيرة، وطلبت من المزارعين العمل بجدية من أجل استغلال جميع الأراضي الزراعية التي هي تعد أساسا لاقتصادنا الوطني. الدول الآخرة كلها كي تطورت بالزراعة، عشان كيف أن إحنا زادنا في تشاد الفقاء الوقت الآخر الجاي الفترة الجاية نجيبه ونشوفه دربحنا الزراعة ونشوفه مهاتنا كلهم وأخواتنا القايدين هم كل يجيبه وقفة واحد ونزره ويبقى تشاد ماشي لقدام وزراعة في تشاد ماشي لقدام. يذكر بأن جمعية النهضة لمساعدة وتوعية المزارعين ستقوم بكافة ما يمكن من أجل المساهمة في دعم ومساعدة المزارعين في جميع النواحي التي تتعلق بالزراعة. كما قدم يوم أمس رئيس اتحاد الجمعية الوطنية أحمد بشير أحمد حديثا صحفيا بمناسبة احتفال البلاد بالذكرى 57 لعيد الاستقلال. بمناسبة إطلال عيد الاستقلال لبلدنا الحبيبة جمهورية تشاد، فهنيئا للشعب التشادي، قاطبة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا والتي ننتظرها بفارغ الصبر والتي ضحى فيها أجدادنا بكل قال من أجل نيل استقلالنا، فيا فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، نؤاحدك بأننا سوف نكون الجنود الأوفياء للدفاع عن الوطن وأن نبذل من أجل ذلك أرواحنا ودماؤنا لإعلاء راية وطننا خفاة بين الأمم والشعوب، ونؤكد لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بأننا تحت رهن إشارته لنشر عن سواعدنا، وكل عام هو يوم عيد لنا ومن استقلال وإلى تقدم ورخاء.